أسبوع عمل أو دراسة كلنا بننطر الويك أند لنرتاح، نظهر من البيت ونقوم بنشاطات مختلفة. خلوا إجازة نهاية الأسبوع صديقة للبيئة من خلال خطوات بسيطة. استفيدوا من الوقت لتناموا وترتاحوا، وبذات الوقت بتريحوا البيئة من التجول بالسيارة أو استهلاك المنتجات. عطلة نهاية الأسبوع مناسبة لتمضية الوقت مع أفراد العائلة بالبيت وممارسة نشاطات مشتركة مثل الأكل سوا، الدرس أو اللعب. ومهم كتير تتواجدوا مع العائلة بمكان واحد بالبيت، وهيك بتخففوا استهلاك الطاقة. استفيدوا من الفرصة كمان لتمشوا بدل استعمال السيارة، وهيك بتموهوا عن حالكم. عملوا مشاريع مشتركة مع العائلة لتظهروا على مكان واحد وبسيارة واحدة. اهتموا بجنينة بنهار الفرصة وزيدوا الخضار حواليكم. خصصوا السبت للتصليحات بقلب البيت مثل تسرب المي ومشاكل الكهرباء، وكمان فحصوا سياراتكم بهيدا النهار. أخيراً ما تبالغوا بكمية الطبخ الكبيرة and go green.